أخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الحياد بيضاء سيدنا المنصور بلال باسم جلالة الملك. أفتح موضوع أزمتي التي أعاني منها دون ماء ولا كهرباء ولا حل. الموضوع: الله يروي الكون كله، والملك يشيد ويعفو عن السجلاء ويهدي للفقراء الماء والكهرباء أينما كانوا. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، لي الشرف العظيم أن أتقدم لأصحاب الكرم طالب المساعدة والتدخل في مشكلتي التي أعاني منها ماديا ومعنويا ضد أعضاء النادي الذي أسكن فيه حاليا، الذين تسببوا لي بالتشرد عن العمل وعن فرص تمهيد أحسن من هذه الحالة التي أعيش فيها والوقت الضائع على ما أحسبه بدون استفسار عن الأسباب وانقطاع الماء والكهرباء منذ 8/1/2001 إلى يومنا هذا، ولا حل سوى طالب الحياد البيضاء سيدنا المنصور بالله نصحه الله. والله يجازي من عمل خيرا في الوقوف لأجل الوصول إلى باب لا يوجد فيه إلا المحسنون، والله يحفظ من تكرم بوسيطته، والله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والله يبارك في عمر سيدي الملك. تكسر الشق من هكا استغنى منه ونفوضك لما تكون عايز بيت العالم.